بعض النهارده ماسك تفتيح البشره. هناخد 3 معالق من النشا الابيض، نكون مدفيين ميه، ننزلها كده عليه بالراحه ونقلب. انا عايزاه يبقى كريمي شويه، مش عايزاه يبقى سائل. نحط شويه تانيين. زي ما انتم شايفين كده، علشان لسه ايه عايزاه يبقى خفيف شويه، عشان في حاجات تانية لسه هنحطها. الشوفان الابيض المطحون والحليب البودر. معلقة برضو صغيرة من الشوفان الأبيض، معلقة برضو صغيرة من الحليب البودر، ونقلبهم. هيبقى بالشكل الكريمي ده زي ما انتوا شايفين، عايزاه يبقى زي الكريم بالظبط. تعملي ايه؟ تغسلي ايدك او وشك او حسب اللي انت هتحطيه على المكان اللي انت عايزة تفتحي بيه. نعمل كده زي ما انتوا شايفين، وفايدة النشا رهيبة 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 جدا للجسم ولتفتيح البشرة، او ممكن كمان بايدينا يعني عادي مش فارق. وبالذات بقى لو حطيتيه على المنطقة الغامقة في جسمك بيفتحها بطريقة ما تتخيلهاش. نعمل كده زي ما انتوا شايفين، ونسيبها لحد لما تنشف. نسيب الماسك كده على ايدينا لحد لما ينشف، وانتي اصلا سايباه على ايدك هو بينشف كده هتحسي ان جلد ايدك او جلد وشك بيتشد. ليه؟ فايدته بقى ايه النشا؟ ان هو بيشيل التجاعيدات اللي في الوش، وبيشيل السمار اللي في الوش، وبيشيل الجلف اللي حوالين الشفايف، وبيفتح البشره بيخليها تلج. انا جربته الصراحه وما بقدرش استغنى عنه خلاص. الطريقه دي تستخدم يومي او حسب زي ما انتوا عايزين، يوم بعد يوم او مرتين او 3 في الاسبوع، وبيفتح المناطق الداكنة بطريقة ما تتخيلهاش. تتساب الماسك ده يتساب لي على المناطق الغامقة لمدة ساعة. جربوه وهتدعوا.